اليوم إن شاء الله نحل كم سؤال، مجموعة من الأسئلة حول البرنولي. البرنولي خدناه تذكرون المعادلة، قلنا أهم شيء المعادلة مع البرنولي اللي هي V1 جاما زائدا V1 سكوير على 2G زائدا Z1 تساوي لي P2 على جاما زائدا V2 سكوير على 2G زائدا Z2. إذا هاي المعادلة جدا مهمة، هذه معادلة سموها معادلة برنولي. عندنا هنا سؤال، هذا السؤال بايب، بس البايب مختلف، هنا الدايمتر 150 وهنا الدايمتر 100 ملي متر، ومنطيني سرعة، ومنطيني هذا البايزوميتر منطيني ارتفاع 1.5، يريد ايش قد هذا الارتفاع؟ ارتفاع السي، المسافة بين نقطة اي ونقطة بي منطيني اياها 1.2 متر. فعندي اف جرود اويل نفط خام لوز يجري ثرو ذيس بايب لاين، خلال هذا البايب لاين، and its velocity at A is 2.4 متر per second. مطين السرعة هنا. Where is the oil level in the pipe C? شكد ارتفاع هذا البايب C؟ يعني الـ H. نجي. أول شيء منطيني سرعة هنا وعندي دايميتر هذا، أقدر أطلع سرعة بالبايب الثاني لأن منطيني دايميتر، فش أطبق؟ أطبق V1 continuity A1 يساوي V2 A2، هذه continuity equation. هذا اللي دائما برنولي continuity وقراءة المانوميتر، هذا اللي دائما بأغلب الأسئلة موجودة. إذا V1 هي VA، A1 نقطة A، وعندي بنقطة B نقطة B. أنا أريد VB، إذا الـ VB شو تساوي لي؟ V بـ A على A. الـ V السرعة عندي نقطة A 2.4، وهنا الـ Area قلنا من نوجد Area باي على 4 في دايمتر سكوير، هاي شنو الـ Area؟ من عندي دايمتر اختصر. فمن اجي هنا هذه باي على 4 هاي، وهنا هم باي على 4 اختصار، فاي راحت معاي، بقى بس الدايمتر سكوير على الدايمتر سكوير، طلعت عندي السرعه 5.4. اذا صار عندي سرعتين معلومات، سرعتين حتى اقدر اطبق برنولي، اوجد أكثر المجاهيل من خلال المطالب المنطقية. فصار عندي VA وعندي VB، أجي أطبق برنولي بين نقطة A وبين نقطة B. VA على جاما هاي واحدة، VA سكوير على 2G وZA، وأكررها على النقطة B، على النقطة B، أجي على واحدة واحدة.
في اي علاقه هنا؟ انا منطيني واحد ونص، هذا بايزوميتر واحد ونص. احنا البي شو يساوي لنا؟ جاما اج، تذكرون هذا القانون، البي جاما اج. اذا البي على جاما يساوي لي الاج، الاج يعني عندي هذا الاج مالتي واحد ونص. اذا باي على جاما بنقطة اي معلوم شقد؟ واحد ونص. جبت هنا واحد، هذا هو الواحد، خلصت منه. اجي على الفي، في اي هو منطينيها اصلا 2.4، هاي جبتها هنا على 2 جي، زائدا زد اي منطينيها هذا السؤال 1.2، هاي 1.2. اجي على الطرف الاخر، هذا مجهول عندي، مجهول هو يريد بالسؤال، مجهول هو يريد بالسؤال. ال في بي انا مطلعها، اجيبها انا، والزد 2 0، يعني هذا مجهول مالي، هذا الارتفاع على قيس منه، فارتفاع هو يمر من النقطة B، إذا ما عندي ارتفاع. يبعد عن النقطة Z1 شقد؟ 1.2 نزلت. إذا كل شيء معلوم عندي استثناء البريشر على الجاما بنقطة B، طلعت 1.5 متر. ونحل السؤال. دكتور الزيت B ليش صفر؟ شو الزيت B؟ ايه ليش صفر؟ الزيت بي، الزيت بي، شوف انا كاتب هنا شنو؟ الخط اللي اقيس منه هذا يمر من النقطة، فينطبق مع النقطة، إذا ارتفاع هاي النقطة عن خط القياس مالي نسميه داتم ليفل، هذا أنا خليته هنا، أنا خليته هنا داتم ليفل حتى اختصر، لأن ما عندي أي معلومة عن ارتفاع الزت بي، بس عندي ارتفاع الزت 1 نقطة ايش قد تبعد عن، او اقدر اقول بياباني هذا الخط مالي، هذا الداتوم ليفل، مو الداتوم ليفل، فهاي المسافة اقول هاي المسافة ال 1 او ال اي، وهاي المسافة شني؟ ال بي. فش راح يصير عندي؟ ال اي ناقصا ال بي شو تساوي لي؟ 1.2 صح؟ هذه شيل من هاي، هاي انشالت، بقى عندي بس هاي المسافة اللي هي 1.2. إذا هاي ناقص هاي، زد اي ناقص زد بي، إذا اختاريت الداتوم ليفل وحدة القياس مالي أو الخط القياس، فأني علش أدوخ؟ أخلي خط القياس على النقطة الثانية، حطيت خليت خط القياس وين؟ على النقطة بي، فنقطة بي انطبقت على خط القياس صفر، ونقطة اي تبعد 1.2، فهي نفس الشيء. واضح؟ نعم دكتور. فهذا الداتوم ليفل دائما خليه من اخذ نقطة، اخلي الداتوم ليفل على النقطة الثانية دائما، الا اذا انطاني غير شيء معلومات لا، اما اذا منطيني هاي هذا هو هذا ال 1.2 الفرق بين النقطتين، فانا من اخلي الداتوم ليفل هنا اخذ الزيت 1 بس، زيت 2 0، او اذا اختاريت غير مكان هي هاي وناقص هاي راح تطلع لي هاي المسافه. واضح؟ اذا كل شيء ما واضح، لان احنا صراحه
يعني مجبورين نمشي سريع. فحل الأسئلة اسألوا اسألوا بلا تردد أي سؤال. يعني تطبيقات برنولي عادي عندنا، ما عندنا في التعقيد. عندنا أنا هذا سؤال، خزان عندي ومجموعة من البايبات، هذا البايب دايميتر ماله 125 ملم، هذا البايب 100 متر، وهنا نوزل 75 متر. إذا أني البايب من يتغير الدايميتر ماله، بكل دايميتر اكو سرعه تختلف. اما اذا كان عندي بايب ودايميتر ماله نفسه فالسرعه تساوي كونست على طول البايب، ما دام الدايميتر ثابت السرعه ثابته، الدايميتر يتغير السرعه تتغير. هذا هو قانون الكونتينيوتي، قانون الكونتينيوتي. إذا البايب ثابت سرعة ثابتة، البايب متغير سرعة متغيرة، من تغير الدايميتر. الكيو، الكيو إذا عندي بايب واحد الكيو ثابتة كونست، هاي أساسيات لازم تعرفوها. يعني الكيو هنا بهذا البايب وبهذا البايب وبهذا البايب وبالنوزل كيو ثابتة، لأن أنا دخل عندي متر مكعب راح يطلع عندي متر مكعب ما دام عندي بايب واحد. إذا دخل أو انشطر عندي البايب لا اختلفه. فأساسيات الكونتينيوتي، البي كونست سرعة ثابتة إذا دايميتر مال البايب نفسه، إذا الدايميتر متغير كل دايميتر له سرعة، الكيو كونست على طول البايب من البداية للنهاية. قلنا المادة تبقى ثابتة إلا إذا ضفنا أو سحبنا. فهنا عندي بايب ما في لا إضافة ولا سحب، بس إيش عندي؟ عندي اختلاف بالدايميتر. هذا إلى هنا شكل، لهنا شكل، لهنا شكل، لهنا حتى عندي محاضرة بعدين. أوكي ليه. فعندي مجموعة، إذا نريد الهيد المطلوب السؤال هو الاتش، ويريد البي في هذا العداد، هذول اثنين يريدهم بالسؤال. فأجي أول شيء أجي على المانوميتر، منطيني مانوميتر مربوط بنقطة واحد وبنقطة اثنين، المانوميتر بقراءة للزئبق، القراءة هي 175 مليمتر، وهذا هو الزئبق منطين الريلاتيف دنسيتي ماله 13.75. فقلنا الريلاتيف دنسيتي حتى طلع الرو، الرو يساوي ريلاتيف دنسيتي في شنو؟ رو اوف شنو؟ اوف ووتر. فاضرب هاي الريلاتيف دنسيتي في الف يطلع لي الرو مال الزئبق. تسمعون انتو لا؟ لا دكتور معك. اوكي. اذا اجي على المانوميتر، القراءة مال المانوميتر اشوف ايش عندي. بي 1 احنا قلنا بالمانوميتر اقول بي 1 يساوي بي 2 على الطرف الثاني، او بي 2 يساوي بي 1 وابدا اتحرك مع البايب. فأنا هنا بي 1 يساوي بي 2 راح انزل، انزل يعني اشاره زايد، شقد انزل؟ انزل ال، وهي ووتر عندي، فقام اوف ووتر في ال، هذا ال ما ينطيك اياها بالسؤال، منطينا بس هاي 175.
فأنت تقوم تقسم زائدا عندي هذا زئبق الارتفاع ما وجدت 175 إذا قام للزئبق في 175 أعبر بهذا الاتجاه لأن قلنا هذا يلغي هذا نفس الكويت هذا زايد وهنا ناقص فما يحتاج ندخلها بالمعادلة أجي هنا ناقص هذا ايش عندي مي إذا تصعد شارة ناقص قام أوف ووتر شقد الارتفاع 175 ملي متر اللي هي 0.175 متر إشارة ناقص لأن أنا دا أصعد قام أوف ووتر في الأرض إذن أصعد بL بس جاما أوف ووتر أصعد النوم عندي هاي المسافة هاي المسافة هاي ما أعرفها سميتها زيت 1 ناقصا زيت 2 زيت 1 ناقصا زيت 2 زيت 1 ناقص زيت 2 إذن كمل عندي إذن بديت منين قراءة المانوميتر P1 هاي P1 يساوي لي P2 P1 يساوي لي P2 زائدا هاي المسافة L للمي جاما أوف ووتر في ال L بعدين عندي هاي المسافة الليكويد اللي هو الزئبق زائدا جاما اوف ميركوري مضروبه في ال 175 اجي هنا اعبر بهذا الاتجاه هذا وهذا واحد يلغي الاخر لان زئبق عندي هنا زايد وهنا اصعد وهي المسافه نفسها ناقصا اجي هنا مي قراءه المانوميتر مهمه اذا جاما اوف ووتر 175 ارتفاع ناقصا جاما هم المي وارتفاعها L ناقصا جاما اوف ووتر ارتفاعها سميته زيت 1 ناقص زيت 2 ليش انا سميته زيت 1 ناقص زيت 2 لان انا عندي برنولي زيت 1 وزيت 2 راح اخذ برنولي بين 1 و 2 فزيت 1 ناقص زيت 2 راح اختصرها زيت 1 برنولي راح تفيدني فسويت هذا الترتيب حتى استفاد منها برنولي اتكملت قراءة المانوميتر اجي اطبق برنولي ارتبها لهذه المعادلة ارتبها شلون ارتبها ترتيب يفيدني من اطبق برنولي فبي 1 هاي هسه قسمت على اوميجا اوف ووتر هذه جبتها هنا قسمتها على اوميجا مال ووتر البي 2 حولتها ورا اليساوي صارت ناقص قسمتها على الجاما ووتر هذه قسمتها من قسمتها راحت جبت هاي جبتها هنا زيت 1 ناقصا زيت 2 شوف هذا شكل هذا الشكل يشابه لي برنولي راح اطبقه ويساوي هذه راحت جاما اوف ووتر جاما اوف ووتر هاي راحت مع بعض اجي هنا اقسم على جاما اوف ووتر قسمت هنا اذا هاي جبتها هنا ناقصا جاما اوف ووتر مع جاما اوف ووتر راحت هاي راحت نزل عندي بس هذا اجي ابسط هذا
هذا 13 I got of memory. Relative density هاي رو ووتر في جي تعجيل طلع عندي جاما للزيبا قسمها على الجاما للميركوري ايش قد صفات عندي طلع عندي 2.2 إذا هذا معلوم عندي هذا كله ايش قد بيساوي لي 2.2 اجي اطبق برنولي انا اكو نقص هنا من ننقل الظاهر بعض الشغلات تروح هاي البوينت 175 ناقص بوينت 175 لان هذه بس الجاما على الجاما هاي الجاما على الجاما يضاف لها هنا اذا هاي بيها نقص هنا المهم نتيجتها 2.2 اجي اطبق برنولي بين واحد وبين اثنين في 1 على جاما V1 على جاما سكوير Z1 V2 V2 Z2 أجي أرتبها V1 على جاما هاي أجيب لها V2 هاي Z2 Z1 أجيبها أنا وأجيب Z2 هذه هي نفس القراءة مال المانوميتر شو تساوي لي؟ بس السرعة إذا هذه مكانها راح أخلي 2.2 هنا تساوي لي V2 سكوير ناقصا V1 سكوير على 2 جي طلعت عندي هذه المعادلة لهنا واضح لو أعيد دكتور دائما يساوي 2.2 يعني لو حسب السؤال اللي يجي شلون؟ دكتور النواتج دائما نطلعها متساوية لو حسب السؤال حسب السؤال حسب السؤال اللي يجي اوكي ماشي دكتور واضح هسه نعبر ونكمل إذا طلعت عندي هاي المعادلة هاي المعادلة V1 و V2 أقدر أسوي علاقة بين V1 و V2 العلاقة شلون أسويها؟ V1 على الكونتينيوتي A1 يساوي V2 A2 وأقول مثلا ال V1 شو يساوي لي؟ A2 على A1 في V في V2 إذا المعادلة طلعت لي كلها بدلالة كيف يريد V1 أو V2 ف أجي هنا from continuity equation هاي المعادلة اللي كتبت لكم إياها إذا ال V1 تساوي لي A2 على A1 في V1 فطلعت 0.64 V2 أجي أعوضها بالمعادلة هاي بهاي المعادلة أعوضها طلعت عندي كلها بدلالة ال V2 إذا أبسط المعادلة راح تطلع عندي ال V2 8 خمسة أربعة ثمانية خمسة أربعة هذه هي V2 هنا عندي هذا نفس الدايميتر إذا نفسه V3 هذا الدايميتر كله نفسه
هذا كله نفسه الى النوزل. النوزل يختلف، فهذا الدايمتر ماله 100. اذا السرعه هنا كلها نفس الشيء، السرعه هنا نفس الشيء، طلعت في 2 هي نفسها في 3 لان الدايمتر ثابت. اذا الفي 2 تساوي في 3. هسه من طلعت سرعه وعندي دايمترات بكافي سيطرت. هسه الفي 1 هذا مو عندي الفي 1 تساوي لي بوينت 6 4 في 2. اجي هنا اعوض الفي 2 لان طلعتها هذه، طلع عندي الفي 1. اذا الفي 1 معلومه، الفي 2 معلومه، وتساوي لي الفي 3. بس تقدر اطلع الفي 4. في 1 اي 1 يساوي في 4 اي 4، او في 4 يساوي لي في 3، يعني في 4 اي 4 كونتينيوتي. فاجي هنا هاي الاربعه مع الثلاثه، فالفي 4 تساوي لي اي على اي في ياهو في 3 او في 2 لان نفس الشيء ونفس الدايمتر. فهاي الدايمتر مال في 3 وهذا الدايمتر مال النوزل اللي هو الفي 4 الاي 4، فطلعت عندي الفي 4. اذا الفي 4 طلعت والثلاثة طلعت والاثنين والواحد. هسه السرعة كلها اعرفها كل النقاط. اجي اكمل. هسه عرفت السرعة. هو شو يريد السؤال؟ يريد الاتش. ايه هذا؟ يريد هذا الاتش. فاجي اطبق برنولي بين هذا الخزان. دائما برنولي اطبقه استفاد من هذا، لان هذا على اتموسفير وهذا على اتموسفير، فاخلص من البي هنا والبي بالنهايه، والسرعه هنا عندي هم صفر، يبقى عندي بس الاج. فاجي اطبق برنولي بين الخزان وبين النوزل. شوف هنا قبل كاتبها، بينما هي شني؟ في صفر على جاما زائدا في صفر هاي سكوير، هاي الصفر يعني على الخزان على 2 جي زائدا اتش هاي اللي احنا نريدها يساوي لي في 4 على جاما زائدا في 4 سكوير على 2 جي زائد زد 4. ايش عندي يعني؟ هاي صفر، السرعه بالخزان صفر، البي بالنوزل صفر، بقى عندي الزد 4 ايضا صفر. شوف انا هذا حكينا عليه قبل شويه الداتم ليفل مالي، انا اقول يا ابو هذا الداتم ليفل مالي. اذا يمر من النقطه 4 بعدين ما بها اي ارتفاع، او مثل ما قلت لكم اذا اريد اغير مثلا الداتم ليفل مالي هنا، فراح يصير الارتفاع هذا كله، هذا كله اللي هو اسميه شرد، اسميه زد صفر، وهذا زيت 4. فزيت صفر هذا كله ناقصا زيت 4 هذا شو يبقى لي؟ يبقى لي الاج. فاجي هنا، اجي هنا شوف شو بقى عندي. الاج هي هاي، هذه هي الاج انا اريدها، وبقى عندي في 4 على 2 جي فقط. هذه طلعت عندي الاج شقد 11.75 متر.
هسه شو يريد عند النوم؟ يريد الباور هنا. اكو عداد شقد يقرا هذا العداد بالكيلو باسكال؟ اجي اخذ بين الصفر والثلاثه، اذا بين الصفر استغل الخزان وبين الثلاثه اطبق برنولي. نفس الشيء هم البي صفر على الجاما زائدا في صفر سكوير على 2 جي زائدا اتش يساوي لي في 3 على الجاما زائدا في 3 سكوير على 2 جي زائدا زد 3. هاي صفر وهاي صفر، البي 2 انا اريدها، هذه اعرفها، وزد 3 صفر. هذا الداتم ليفل مالي، داتم ليفل. اجي اتش، هذا الاتش هذه بي 3 هذه انا ادور لها في 3 هذه. اذا بي 3 قرات الجيج العداد على القامة تساوي لي اتش ناقصا بي 3 سكوير على 2 جي، هذه اعرفها 11.75 وهاي هم اعرفها، فيطلع عندي القراءة مال العداد بي 3 على جاما يساوي لي 8.03. البي شو يساوي لي؟ 9810 جاما مال المي في الاتش يطلع لي 7.8 كيلو باسكال. اذا انحل السؤال وخلاص. اوكي دكتور، اكمل وياهم؟ اكمل وياهم؟ ايه كمل دكتور، هسه الباوربوينت مالك جاهز؟ جاهز، بس خليني اسوي عرض. اوكي. بين يومكم دكتور طه. اوكي. اوكي طلاب، عندنا هذا السؤال المطلوب. شوفوا هنا كاتب لك درايف ريليشن بتوين اي 1 اند اي 2، يعني نشتق في العلاقه ما بين مساحه اي 1 واي 2. عندي هذا التيوب بايب، شوفوا يعني مقطع قللت المساحه بينه، هذا سكشن اي، هذا سكشن 2 او سكشن 1 وسكشن 2، هذا اي 1 وهذا اي 2. فالمطلوب انه اشتق فد علاقه ما بين مساحه اي 1 واي 2، so that for the flow rate of، حتى يكون الفلو ريت التصريف الموجود او discharge قيمته 0.28 متر مكعب بير سكند. كاتب لي ايضا the static pressure will be the same at section 1 and 2. يعني هذه شنو ايش يقصد بها static pressure will be the same at 1 و 2؟ شنو المقصد من هذه ال static pressure يكون at 1 و 2 متساوي the same؟ ها طلاب؟ يعني في الديميتر لو المساحة؟ لا، كاتب the static pressure will be the same at section 1 بالضغط. بالضبط، الضغط راح يكون ما بين يعني P1 و P2 متساوي. اوكي، هذا يقصد بها the static pressure will be the same at section 1 and 2
هنا B1 يساوي B2. Also calculate the manometer reading for this condition. أيضا احسب قراءة المانوميتر في هذه الحالة. أي ما هي قراءة المانوميتر؟ وين هذا المانوميتر؟ هذا موجود هنا صح؟ شنو المطلوب؟ انه احسب ايضا قيمة H. يعني هسه هذا السؤال بيه مطلبين. المطلب الاول انه اشتق علاقة ما بين مساحة اي واحد واي اثنين لما يكون B1 يساوي B2 وعندي هذا التصريف. والمطلب الثاني احسب قيمة H small H ايضا في هذه الحالة. زين كيف ابلش السؤال؟ اول شيء راح اجي اطبق بيرنولي ايكويشن ما بين واحد واثنين. شنو البيرنولي ايكويشن؟ شنو هي البيرنولي ايكويشن؟ منو يعيد لنا اياها؟ شلون اكتبها؟ يلا طلاب شلون اكتب البيرنولي ايكويشن على السريع؟ هسه مو كتبها دكتور طه وشافكم اياها وحده وحده. B1 على جاما زائدا V1 سكوير على 2G زائدا Z1 المفروض ايش تساوي؟ تساوي B2 على جاما نعم وال زائدا B2 تربيع زائد على 2G على 2G زائد زد 2 زين. هسه نجي هو قال انه هنا B1 تساوي B2 صح؟ هو ده يقول لي بالسؤال the static pressure will be the same at section 1 and 2 معناته انه هذا راح تروح ويا هذه صح؟ اختصار ايه اختصار زين V1 يبقى عندي V1 سكوير على 2G زائدا زد 1 زين يساوي المفروض velocity 2 سكوير على 2G زائد زيت 2 زين شلون اختصر ذني الاثنين هاي زيت 1 وزيت 2 شلون اختصرهم؟ اجي اخذ اوطى نقطه هذه نقطه 2 اعتبرها ديتم ليفل مالتي اعتبر هذه ديتم ليفل مالتي يعني او اسميها elevation في الحالتين هي نفس التسميه هاي ديتم ليفل او elevation اذا اخذت هذه ديتم ليفل مالتي تساوي صفر معناته انه شنو؟ معناته انه زيت 2 اشخط قيمته؟ صفر صفر زين معناته زيت 1 اشخط قيمته؟ اذا هذا كان الصفر مالتي هي الاثنين زين زيت 1 لا اخذ من هوني هذا يعتبر كرفرنس لي فاخذ من هذا ديتم ليفل الى الاليفيشن 1 صح؟ أشخد هذه المسافة بالسؤال كاتب لي إياها واحد ونص واحد ونص معناته إنه زيت واحد هي واحد ونص وزيت اثنين هي صفر لأنه يعني باعتبار إنه أنا أخذت هذا ديت من ضمن مالتي صح؟ فزيت واحد فيها قيمة هي واحد ونص وزيت اثنين صفر فبقى عندي شوف ذني ثلاث فكتورات هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث اوكي فنجي على السؤال شوفوا بي 1 على جاما زائد بي 1 سكوير على 2 جي زائد زد 1 يساوي بي 2 على جاما زائد بي 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2 سيم ستاتيك بريشر راح اختصر هذه ويا هذه يبقى عندي احول الفي 2 بهالجهه الثانيه راح اصير او الفي 1 احولها بهالجهه واحول زد 2 بهاي الجهه فيصير عندي V2 سكوير على 2G هذه حولتها بالجهة الثانية صارت ماينس فصارت ماينس V1 سكوير على 2G يساوي هذه Z2 أحولها بالجهة الثانية بهالجهة راح يصير Z1 ناقصا Z2 Z1 ناقصا Z2 أشقد اللي هو 1.5 فأجي أكتب 1.5 واضح اللي حد هنا؟ واضحة هذه؟ واضحة زين هسه اضرب الطرفين ممكن اضرب الطرفين في 2G ايش راح يصير V2 سكوير ناقصا V1 سكوير يساوي 1.5 في 2G اوكي في 2G فقط ضربتها في 2G حتى اتخلص من ذني المقامات
هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنا شنو هي أساساً، شنو الـ V2 وشنو الـ V1 من قانون Continuity Equation، إيش كانت تساوي؟ يعني الـ Q إيش تساوي؟ Q تساوي إن A في V، يعني مثلاً Q1 كانت تساوي إيش تساوي؟ Q1 الـ Q كانت تساوي A في V يساوي A1 V1 صح؟ في والQ2 والQ2 A2 في V2 A2 في V2 زين. هذه إذا اختصرها بدلالة الـ velocity، وهذه بدلالة الـ velocity، إيش راح يصير؟ V1 إيش راح يصير؟ الQ على يساوي Q1 على area 1 صح؟ نفس الشيء velocity 2 إيش تساوي؟ Q2 على area 2 مضبوط؟ ولا تسمعوني؟ نعم دكتور. زين، فهنا حصلت ال V1 تساوي Q1 على area 1 وال V2 تساوي Q2 على area 2 زين. أنا أساسا هو ال Q1 اللي يجي يدخل هنا ال Q في سكشن 1 هو نفسه اللي يجي في سكشن 2 صح؟ معناته إنه هذه الواحد والاثنين ماكو داعي، هذه أمسح الواحد وأمسح الاثنين نفس الكيو، بس الـ A تختلف، مقطع A أكبر من مقطع A اثنين، يعني أي واحد أكبر من أي اثنين. أجي أعوض هذه بالمعادلة مالتي هنا، مكان الـ velocity اثنين أجي أخلي، شوفوا مكان velocity اثنين أجي أخلي Q على A2 أوكي، بس هنا كانت سكوير فأخلي Q سكوير على A2 سكوير اوكي. نفس الشيء بفيلوسيتي واحد، فيلوسيتي واحد سكوير اجي اسحب هذه اخليها هنا مكان هذه، راح تصير كيو سكوير على اي واحد سكوير، كلها تساوي واحد ونص في التو جي، لان التو جي ضربناها بسط ومقام اوكي، يعني طرفين ضربناه بالتو جي، فهنا راحت فقط هنا يعني واحد ونص في التو جي. هسه أبدأ أختصر الـ Q، أيضاً ممكن أن أقسمه على Q، فصير 1 على A2 سكوير ناقصاً 1 على A1 سكوير تساوي 1.5 في 2G على Q سكوير زين. أنا هذه القيم معلومة عندي، يعني 1.5 قيمة ثابتة هو الارتفاع، الـ 2G التعجيل موجود عندي، والـ Q هو مطيني بالسؤال كاتب لي عليها قيمتها 0.28 كوبيك متر بير سكند، فبالتالي احصل هذه المعادلة، هذه المعادلة شوفوا انه صارت عندي 1 على A2 سكوير ناقصا 1 على A1 سكوير تساوي 375. هذه هي العلاقة، المطلب الأول، المطلب الأول بالسؤال، هذا المطلب الأول بالسؤال، اشتقيت علاقة ما بين A1 و A2 مفهوم؟ ولا واضح؟ واضح دكتور. زين، هسه نجي نحل المطلب الثاني. المطلب الثاني شنو؟ قال لي احسب calculate the manometer reading، احسب قيمة ايج. زين، اجي بالمانوميتر، من اقرب المانوميتر اشني الآلية؟ اشون اقرب المانوميتر؟ احدد لي في النقطة، نقطة reference بالبداية، اما اي يعني اما واحد او اثنين، فاذا احدد الواحد يعني هاي بدايه مالتي، فاقول بي 1 يعني بي 1 البريشر بواحد يساوي، اتحول على النقطه اللي بعده يساوي بي 2، بي 2 زين وصلت الى هنا اوكي، من هذه النقطه انا راح انزل لو اصعد من نقطه اثنين، انا اريد انزل الى مستوى الزئبق لو اصعد، طلاب ننزل دكتور، ننزل، اذا ننزل شو اسوي؟ اطرح لو اجمع حسب الموضوع المانوميتر موجب نجمع، فا اوكي اكتب بلس، ايش قد راح انزل؟ هذه المسافه ما معلومه عندي، ما كاتب لي عليها شيء صح؟ كاتب لي انه انا بهذا البايب اكو جازولين اوكي؟ فايش اعمل؟
افرض انه هذا الارتفاع الموجود عندي هنا هذا افرضه L. زين؟ فاقول جاما مع الجازولين في ال L. انا وصلت الى هذا الحد هسه. زين؟ من راح انزل اشقد انزل؟ انزل هذه المسافة ايضا حتى اصل الى المستوى الثاني. فاشقد هذه المسافة؟ edge small edge. بس هذا المادة شنو صارت هنا؟ صارت زئبق. فأقول يعني هم أجمع ميركوري. هم أجمع لأنه هنزل زائدا جاما مال edge جي مال زئبق في small edge. زين وصلت إلى هنا. هسه الضغط الموجود هنا يساوي الضغط الموجود هنا. فهنا شو راح أسوي؟ أصعد لو أنزل؟ نصعد دكتور. نصعد. ايش الاشارة اللي نطيها بما انها صعد؟ سالب. نطيها سالب هاي ماينس. زين ايش راح اصعد؟ راح اصعد هذه المسافة بعدين هذه المسافة بعدين هاي المسافة. فانا اجزئها ما اقدر اصعدها كلها كاملة لان انا اساسا ما اعرف كل المسافات. يعني اللي هي المعروفة واللي هي معروفة. بس المسافة من هنا الى هنا معلومة عندي باعتبار انه الاليفيشن ما بين نقطة واحد واثنين هي واحد ونص. فاصعد وحدة وحدة. اول وحدة ايش قد اصعدها؟ هذه المادة شنو؟ زين هذه المادة شنو؟ جازولين صح؟ هذه المادة الغامقة صارت جازولين. فاقول جاما مع الجازولين في سمول اتش وصلت الى هالنقطة. بعدين اصعد هذه المسافة ايضا. هم انطيها ماينس. انطيها ماينس. اشقد الجاما؟ الجاما في الال راح تصير. اوكي بس يا جاما جاما مال جازولين في الال جازولين. اوكي بعدين اصعد هم انطيها ماينس الجاما اما الجازولين في الارتفاع هذا من هنا الى هنا في واحد ونص اللي هو 1.5. اوكي زين اكو مجال اختصر ذني هاي المعادله بشيء اختصروا بيها؟ شوفوا عندي هون زائد جاما جازولين في الريال وهون عندي ناقص جاما جازولين في الريال. فهذا راح تروح مع هذه صح؟ هذه زائد هذه ناقص نفس القيمه. هذه جاما مال جازولين في الريال وهذه ناقص جاما جازولين في الريال. واحده راح تروح مع الثانيه. بعد شنو عندي ممكن اختصره؟ شنو بعد عندي ممكن اختصره؟ البي بالضبط البي بي 1 وبي 2. طلاب خليكم وياي دقيقة بس خلي اجاوب على التليفون. أي طلاب وين وصلنا؟ طلاب تسمعوني؟ شفتر آخر خطوة. زين فشوفوا هنا بي 1 بي 1 هذه تساوي بي 2 زائدا جاما مع الجازولين في ال باعتبار انه نزلت هاي المسافة زائدا جاما مع الزئبق في الايج هذه المسافة ناقصا جاما مال جازولين في ال H حولت غير مادة ناقصا جاما مال جازولين في ال L هذه المسافة ناقصا جاما مال جازولين في 1.5. اختصر قلنا هذه ويا هذه باعتبار انه هذه بلس جاما جازولين في ال L وهذه ماينس جاما جازولين في ال L. B1 ويا B2 ايضا راح تروح. ليش؟
اعتبرهم صفر بين الاثنين او ما صفر يعني واحده عطوريه ثانيه يعني هو بالسؤال هو ده يقول لي متساويه يعني. The static pressure will be the same at section 1 and 2 فاختصر هذه ابسط هذه السؤال يعني متساويه يعني ما نختصرهم اذا ما ذكر بالسؤال احسبهم كل واحده ينطيني معلومه يعني ممكن ينطيني بدلاله الاريا هنا احسب واحده منهم بعدين اقدر احسب الثانيه بمعادله بيرنولي اوكي واحسبهم كقيم ما طول ما كاتب لي اياهم متساويين بس هنا كاتبهم متساويين فانا اختصر اوكي نعم دكتور زين ابسط هذه المعادله شلون ابسط هاي المعادله عندي الايج وهنا سمول ايج وهنا سمول ايج فاجي اقول انه الايج عامل مشترك هاي القامة مال الزئبق ناقصا هاي القامة مال الجازولين احول هذه بالجهة الثانية هذه القامة الجازولين في واحد ونص احولها للجهة الثانية من اليساوي فتحولت الاشارة من سالب الى موجب صارت قامة جازولين في واحد ونص زين هسه الايج بواحد ايش تساوي اقسم هذا المقتص وهذا المقام راح يصير وقامة جازولين في واحد ونص على قامة مال الزئبق في او ماينص قامة جازولين اجي اعوض القيم القامة مال الجازولين والقامة مال الزئبق هو يعطيني اياهم بالسؤال يعني احنا المفروض هو نعطيكم القيم مالتهم فقط راح تجي تطبق انه تعوض القامة هنا ايش قد والقامة هنا ايش قد مال الزئبق هي 13.57 اي تقريبا ثابتة ممكن تحفظوها او على الاغلب احنا نعطيكم اياها بالسؤال والقامة مال الجازولين ايضا نعطيكم اياها بالسؤال تحلل بس تعوض القيم راح نشوف المقرات المانوميتر راح تطلع عندك السمول ايج 100 يعني 100 فارز 2 3 ملم واضح؟ مفهوم هذا السؤال طلاب؟ واضح دكتور زين البقية زين منو يساعدني نحن نحل هذا السؤال؟ طلاب يلا شوية تنشطوا عمر أحمد عمر أحمد تسمعنا؟ أسمعك دكتور أسمعك زين عمر ساعدني خلينا نحل هذا السؤال كاتب لي بالسؤال كاتب لي water is flowing عندي ماي يمشي بداخل هذا التيوب calculate the required pipe diameter d احسب شقد يكون الدايميتر وين الدايميتر هنا في سكشن واحد مطيني الدايميتر مطيني 300 ملم ومطيني velocity واحد 6 متر بير سكند بس بسكشن اثنين مطيني سمول دي هنا الدايميتر مجهول صح؟ فالمطلوب كالكول ذا اكوايرد بايب دايميتر دي فور ذا تو جيج تو ريد ذا سيم شنو يقصد بها هذه الفقره عمر؟ هذه الفقره شنو يقصد بها فور ذا تو جيج تو ريد ذا سيم هو دكتور ما فهم السؤال زين نعيده water is flowing عندي ماي يجرب داخل هذا البايب calculate the required pipe diameter احسب ال small d هذا اوكي يعني في سكشن اثنين for the two gauge هذا two gauge هذا gauge وهذا gauge to read the same اذا هذا ال gauge وقرا هذا ال gauge شنو يقصد بها to read the same عمر وصلت لو بعد ما وصلت والله دكتور زين اسماء اسماء دكتور نعم المطلوب انه ما هو القطر المطلوب ما هو قطر الانبوب المطلوب ليكون نعم. نفس ليكون الغازان نفس القراءة يعني شنو؟ يعني من ده يقول انه to gauge to read the same يعني
هذا الـ B1 وهذا الـ B2 ايش بيهم؟ يقولون the same متساويين، يعني B1 تساوي B2 صح؟ اوكي؟ صحيح. هو من منطق السؤال اعطاني يعني B1 تساوي B2 انا احسب فقط الدايمتر هذا الاسبوع واضح عمر؟ عمر فهمت السؤال؟ والدكتور مفتهمه ما مفتهمه ما اعرف يعني زين شوف شلون راح نحل راح نجي نطبق بيرنولي ايكويشن ما بين 1 و2 احنا يعني كل مسائل بيرنولي نختار ان النقطتين نجي نطبق المعادله معادله بيرنولي شنو هي معادله بيرنولي عمر؟ المعادله العامه مال بيرنولي شنو هي؟ ممكن تذكرها؟ وهي مكتوبه امامك هسه عمر ما اعطوا عمر فقط هديل نعم دكتور اقرأ لنا المعادله مال بيرنولي عشان دكتور اقرأ المعادله مال بيرنولي P1 على لامدا زائد V1 تربيع عفوا على جاما زائد V1 تربيع على 2G زائد Z1 يساوينا P2 على جاما زائد V2 تربيع على 2G زائد Z2 جي هنا B1 على جاما زائد velocity 1 سكوير على 2G زائد Z1 كلها بهذا إلى نقطة 1 هاي نقطة 1 ونفس الشيء المفروض تساوي كل القيم هذه بنقطة 2 زين نجي هسه ال B1 على جاما وال B2 على جاما ايش بيهم ذني الاثنين؟ منطوق السؤال for the two gauge to read the same متساوية فمباشرة اختصر هذه ويا هذه صح؟ يبقى عندي V1 سكوير على 2G زائد Z1 زين Z1 ويساوي V2 سكوير على 2G زائد Z2 شنو بعد هنا ممكن ألغينه قبل النهاية القيم الأربعة؟ شنو القيمة ممكن ألغيها؟ Z2 أجي أعتبر أنه هذا الديتا ليفل مالتي هذا يساوي صفر راح تعتبر صفر أوكي فبالتالي Z2 يساوي صفر بينما Z1 ايش خط قيمته؟ 3 متر اوكي فاجي اعوض هنا هذه زيت والغيها صفر هذه صفر صارت هذه يعني راحت ويا هذه مو صفر قيمتها متساويه فيبقى عندي احول شوفوا احول ال V1 بهالجهه واحول الزيت بهالجهه راح تكون عندي يعني بهذه الصيغه V2 سكوير على 2G يساوي ال V1 سكوير على 2G زائد Z1 زين اجي اعوض هنا ال velocity 1 هو بالسؤال كاتب لي اياها velocity 1 هي 6 متر بير سكند اجي اعوض هنا هاي ال velocity 1 ال 2G ثابت Z1 3 فصارت 6 سكوير على 2G زائد 3 طلعت الكليه هاي ال V2 سكوير على 2G طلعت 4.83 زين اضربها في 2G واخذ تحت الجذر مالتها حتى اخذ الفيلوسيتي مالتها تطلع عندي قيمتها 9 ال V2 تطلع 9.73 متر بير سكند واضح؟ مفهوم؟ واضح دكتور زين انا المطلوب هو الدي سمول فانا حتى انا حصلت الفيلوسيتي 2 هسه اروح اطبق الكونتينيوتي ايكويشن الكيو 2 ايش تساوي؟ تساوي A2 V2 الكيو 1 تساوي الكيو 2 اوكي؟ وتساوي A1 V1 تساوي A2 V2 صح؟ انا احتاج الدي هنا راح يكون 2 فراح يكون الاي 2
اي 2 يساوي ال في 1 على في 2 في الاي 1. اوكي هذه بالضبط هي الشبهة، هاي المعادله هي تمثل لي هذه، بس هنا دلاله ال دي يعني كنختصر هو اساسا الاي ار اتش تساوي باي على 4 في الدي سكوير، مضبوط؟ فهتكون الدي 2 سكوير يساوي الفي 1 على الفي 2 في الدي 1 سكوير، باعتبار نختصر الباي مع الباي والاربعة مع الاربعة، فبقى عنده فقط الدي سكوير، فاجي اعوض هنا الفيلوسيتي 1 هو مطيني اياها 6، الفيلوسيتي 2 احنا وجدناها 9.7، الدي 1 موجود عندي 300 بس هذا مليمتر قسمه على 1000 راح يصير عندي 0.3 كله سكوير، راح اوجد الدايمتر 2 يطلع عندي 236 مليمتر. دكتور هي بالسؤال منطينا يا متر شنو؟ الدي لا الدي بالسؤال ما كاتب لي قيمته، الدي كاتب لي فقط سمول دي، بينما هنا دي واحد كاتب 300 مليمتر صح؟ ايه صح دكتور. فانا باعتبار على هذه راح امشي احولها الى متر واجي احسب، طبعا انتو الدي بما انه هنا كاتبها مليمتر فانت ايضا الدي سمول يعني راح توجدها بالبدايه راح توجدها بالمتر، فانت يعني تضربها في الف حتى تتحول الى مليمتر. وبالحالتين اذا دكتور من البدايه ما يحتاج نحولها؟ بالضبط، يعني انت بالحالتين اذا تحسبيها احسبيها بالمتر وبعدين احسبيها بالمليمتر واكتبي الوحده عليها حتى نعرف انه انت شغلك صحيح. اوكي؟ واضح دكتور. ماكو سؤال عن هذا السؤال شيء حتى نتحول للبعده؟ زين. هذا السؤال يعني حلو بفكرة، من يقرأ وياي؟ عمر ما رجع، زين خلينا نقرأ السؤال. For a flow rate، عندي flow rate قيمته 2 متر مكعب per second of air، عندي هواء يعبر بداخل هذا التيوب هذا البايب سرعته 2 متر او كميته الفلو ريت مالته هو 2 متر مكعب بير سكند، زين طبعا منطيني القامه مال الهواء قيمته 12 نيوتن على متر مكعب وكاتب لي المطلوب what is the largest A2، ما هي اكبر قيمه ل A2 اكبر مساحه ل A2 that will case the flow the water to be drawn up to the piezometer opening. يعني شنو هنا اشوف دا يقول لك انه حتى يكون في حاله انه الووتر الموجود بالبيزوميتر هذا يصعد الى الاعلى، اوكي drawn up هذا يصعد الى الاعلى يكون ملامس الى هذا التيوب، اوكي فالمطلوب شنو؟ المطلوب انه اوجد اشقد المساحه الموجوده هنا اكبر مساحه ممكن تصل هنا حتى الماي هذا بالبيزوميتر يجي يصعد. طبعا انتم تعرفون البيزوميتر كان اخذتمه، البيزوميتر هو قياس الضغط الجوي، يعني هو عباره عن كيوب مامور في حوض، هذا الحوض بينه زئبق بينه ماي شوفوا اي سائل موجود، فالضغط الجوي راح يجي يكبس بهالجهه السائل والسائل يبدا يصعد للاعلى. هذه ايمتي اذا كان الضغط هنا، اذا كان الضغط هنا عباره عن ضغط فاكيوم، يعني عباره عن ضغط اقل من الضغط الجوي، فالماء راح يجي يصعد. بينما اذا كان الضغط هنا اعلى من الضغط الجوي، بالعكس هذا الكيوب وهذا الماء راح ينزل للاسفل. اوكي؟ مفهوم شنو السؤال؟ انه احسب قيمة A2. لاب نعم زين كيف راح ابدا احل؟ راح احل من الكونتينيتي ايكويشن، انا منطيني الكيو، اوكي الكيو اللي يجي هوني هو نفسه راح يجي هوني، فمنطيني الكيو وبالسؤال بالرسم كاتب لي المساحه، المساحه ما
هذا المقطع هي 0.09 متر سكوير. راح اجي الكيو تعتبر اي 1 هاي؟ هاي تعتبر اي 1 بالضبط. اجي الكيو ايش تساوي؟ في 1 اي 1 فيلوسيتي 1 في اي 1. اذا فيلوسيتي 1 تساوي كيو على اي 1. الكيو هو مطينيا 2 متر مكعب على اريا 1، شوف هنا مطينيا 0.09 متر سكوير مباشره مطيني بالمتر، ففقط اخليها مكانها كمتر، تطلع عندي الفيلوسيتي 1 22.2 متر بير سكند. هسه انا وجدت هنا الفيلوسيتي 1، مفهوم الى حد هنا؟ نعم دكتور. زين، اريد احسب ال P1 الضغط بواحد، اشلون احسبه؟ من قراءة المانوميتر هذا، هذا يسمينه بيزوميتر بينما هذا يسمينه مانوميتر. اشلون احسب الضغط بواحد؟ اقول انه P1، P1 هنا ايش تساوي؟ تساوي P A الضغط الموجود عندي، الضغط الجوي الموجود هنا، انزل هذه المسافة الجاما ما زئبق في الايج اللي هي 25 ملم راح تحول هنا، هذا بينه هواء، الهواء الضغط يكون يعني بما ان الجاما ماتو قليلة فيعني الضغط الموجود هنا هو نفس الضغط الموجود هنا اعتبره، يعني فرق جدا جدا قليل انه اهمله. اوكي، فمن قراءة المانوميتر راح اقول انه بي 1 تساوي بي اي زائد الجاما مال زئبق في الايج. زين البي اي الضغط الجوي هنا هو قيمته صفر، اكتب صفر. الجاما مال زئبق تحفظوها مثل ما قلنا او نعطيكم اياها بالسؤال 13.57 بالضبط 13.57. زين هاي مضروبه في الايج طبعا، في الايج السمول ايج هذه الموجوده هنا اللي هي قيمتها 25 ملم راح احولها الى متر اقسمها على 1000 0.025 يطلع عندي الضغط بي 1 3328 باسكال، مفهوم؟ هسه البي 1 ايضا وجدتهم، هسه البي 1 والبي 1 وجدتهم. انا ذني الهدف منهم حتى من اجي اطبق معادله برنولي ما بين 1 و 2 عندي ذني معلومين، اوكي؟ واحتاج ايضا الضغط هنا حتى يبقى عندي فقط ال الاريا مجهوله، يعني فيلوسيتي اوجد الفيلوسيتي وبعدين بالكونتينيوتي اوجد الاريا. زين ايش انا احسب الضغط باثنين هاي البي 2 ايش انا احسب الضغط بيها؟ من قراءه البازوميتر. ايش هون نفس العمليه الجاما في الارتفاع بالضبط. اقول شوف هون ايش راح اقول، البي 2 هاي البي 2 هنا ايش تساوي؟ تساوي البي اي الضغط الموجود هنا الضغط الجوي هذا البي اي. زين انا وصلت هنا، هنا راح اصعد لو انزل حتى اوصل الى هذه النقطه، منا الى هنا اصعد لو انزل من وين دكتور؟ من هذه النقطه من سطح السائل الموجود بالبيزوميتر الى ان اصل الى السنتر مال هذا التيوب راح اصعد لو انزل، اصعد اذا اصعد شنو الاشاره انطيها؟ سالب. سالب، فاقول بي 2 يساوي البي اي الضغط الجوي ناقصا الجاما مال ووتر هذا اللي انا هو ماي هسه بين التيوب في الايج، الايج اللي هو ايش قد هنا؟ 150 ملم. زين الضغط الجوي صفر، اجي اكتب بي اي صفر، الجاما مال ووتر 9810 في الايج اللي هي هذه 150 ملم اقسمها على 1000 صارت 0.15. اوكي هذه كلها ايش تساوي؟ يطلع عندي الضغط 2 يطلع ماينس 1471.5 باسكال بالماينس. ليش طلع بالماينس؟ معناته شنو بالماينس هنا؟ معناته اكو فاكيوم صح؟ يعني الضغط هنا اقل من الضغط الجوي. اوكي طلاب؟ وهذا الشيء اكد لي الرسم لانه يعني الانبوب مال الماي صعد للاعلى. اوكي لو ما كان ضغط ماينس يعني بينه فاكيوم كان المفروض هذا الانبوب مال الماي ينزل للاسفل. زين هسه انا وجدته الفي 1 والبي 1 والبي 2
بقى عندي أوجد الفيتو، أوجد الفيتو، هاي الفيتو عن طريق راح أحسب الكيو 2 وأحسب الأريا 2. زين شلون أوجد الفيتو؟ شلون راح أوجد الفيلوسيتي 2؟ من معادلة برنولي، يطبق برنولي ما بين 1 و 2 V1 على جاما زائد V1 سكر على 2G زائد Z1 يساوي V2 على جاما زائد V2 سكر على 2G زائد Z2. زين اديت الليفل مالتي، اذا انتبه على ذني الاثنين، ما ذني الاثنين هم اثنين بنفس الارتفاع Z1 وZ2 صح؟ فيتم نفس الاليفيشن حتى لو اخذت الديتا مالتي هون، هذا راح تكون Z1 وهذا راح تكون Z2 نفس القيمة نفس الارتفاع، فأنا تلقائيا بما أنه نفس القيمة أحذف Z1 مع Z2، أجي B1 أعوض هاي القيمة اللي هي 3328 على جاما، الجاما ما شنو؟ الجاما ما الهواء، أوكي؟ زائدا velocity 1 اللي هي أنا وجدتوها أساسا ويني هي يعني 22.2، أجي أعوضها هنا velocity يعني 1 سكوير اللي هي 22.2 سكوير على 2G، مفروض الزيت نلغط ويا زيت يساوي البي 2 طلع عندي بالماينس، فاجي اكتب بالماينس ماينس 1471 ونصف على جاما مال الهواء زائدا فيلوسيتي 2 سكوير على 2G اللي مجهول فقط الفيلوسيتي 2. اوكي راح اوجد الفيلوسيتي 2 يعني اختصر هذه فيلوسيتي 2 سكوير على 2G اختصرها تطلع عندي هاي القيمة، اضربها في 2G واخذ الجذر مالته تطلع عندي الفيلوسيتي 2 91.3. انتبهوا شوفوا هذا بما انه هذا عبارة عن صار تضيق بالمقطع فاصار بالفيلوسيتي، فيلوسيتي 1 كان سرعته 22 بينما الفيلوسيتي 2 صارت تضاعفت، هنا قل الضغط وزادت السرعة بينما هنا زاد الضغط وقلت السرعة، هذا يعتمد على المقطع. واحدة عكس الأخ، فالفيلوسيتي 2 طلعت عندي قيمتها 91.3. هسه أنا ما مطلوب فيلوسيتي، مطلوب إنه أحسب الأريا. عشان أحسب الأريا، أريا 2 تساوي الكيو على فيلوسيتي 2. الكيو هي نفس الكيو 1، يعني الكيو 1 هي نفس الكيو 2 باعتبار إنه الهواء دي يمشي هنا هو نفسه دي يجي يعبر من هذا المقطع إلى هذا المقطع. الكيو إحنا موجودة عندنا مطيني اياها 2 متر مكعب بير سكند، فاجي ادخلها 2 متر مكعب بير سكند على فيلوسيتي 2 اللي هي هذه، راح احسب الاريا 2 تطلع عندي قيمتها 0.022 متر سكوير. مفهومه؟ نعم جاب بس الخطوة اللي قبل الأخير، هاي شلون طلعناها؟ هذه؟ شوف أطبق بيرنولي إيكويشن ما بين 1 و 2، ال 1 و 2 شنو عندي؟ ال P1 موجود على جاما مال الهواء، ال velocity 1 سكوير على 2G موجود، هاي كلها كن وجدناها، هاي كن وجدناها ال velocity، هاي ال P1 وهذه ال P2. فالـ B1 والـV1 موجودين، الـV2 موجودة، عندي فقط الـV2 مجهولة. أجي أقسم، هذه أقسمها هذه على الجاما مالتها، أقسم 22.2 سكوير على 2G، يعني اختصر بسط المعادلة مالتي. يبقى عندي شنو؟ طبعًا أحول هاي بالجهة الثانية على صير بلس، فشوفوا طلعت عندي هاي 3328 أقسمها على 12 الجاما مال الهواء تطلع 277. هذه 22.2 سكوير على 2G تطلع 25.1. هذه من أحولها بالجهة الثانية على الصفر بلس، ف 1471 على 12 تطلع عندي 122. أجمع ذني كلهم راح يطلع 425. هاي إيش تساوي؟ تساوي V 2 سكوير على 2G صح؟ زين انا احتاج الفيلوسيتي 2 ما احتاج هاي القيمه كلها، فايش اسوي؟ اضرب الطرفين في 2G صح؟ حتى هذه تروح 2G صارت هوني 2G،
واخذ تحت الجذر مالته حتى تروح هاي السكوة. فبلوسط 2 راح تكون 425 فيت توجي تحت الجذر التربيع، تطلع قيمتها 91.3. مفهومة؟ تبسيط تبسيط يعني. زين، السؤال اللي بعده منو يساعدني نقرأ السؤال؟ أطلع بشو سكتر عبد الله. عبد الله ثامر تسمعنا؟ عبد الله تسمعني؟ نعم دكتور. اوكي عبد الله، خلينا نقرا السؤال واسالك. نعم. شنو مطلوب من السؤال؟ نعم دكتور. يقول لي كالكوليت ذا بريشر هيد، احسب البريشر هيد اوكي ان ذا 20 ملم سكشن. وين ال 20 ملم سكشن؟ اذا جيت تبع الرسم، هذا السكشن 25 ملم، هذا سكشن 20 مليمتر، وهذا سكشن 25 مليمتر. طبعا من يكتب مليمتر الدايمتر، يعني معناته الدايمتر مالته هذا 25، هذا الدايمتر مالته 20، وهذا الدايمتر مالته 25. فده يقول لي calculate the pressure head in the 20 مليمتر، يعني معناته شنو؟ يقول لي الضغط، الضغط عند مساحة 20 مليمتر بالضبط. زين تمام، هنا جاء السؤال. اوكي زين، يعني مطلوب الضغط بواحد، هذا بي واحد، يعني شوف هو كاتب لي واحد علينا، وهذا 2، وهذا 0. زين نكمل السؤال. سكشن 20 مليمتر سكشن، وين ايج ايكوال 0.16 متر. وين الايج؟ الايج بالخزان. اوكي الخزان ارتفاع بالضبط، فيقل لي ارتفاع الماء بالخزان لما يكون 0.16 متر اشقد البي 1. هذا المطلب الاول. نعم. المطلب الاول الثاني calculate the largest head، احسب لي اكبر ارتفاع head edge small edge at which the divergent tube can be expected to flow full. المطلب الثاني انه بالعكس انا ينطيني يعني حتى يكون هذا اكبر جريان موجود بينه، ايش قد راح يكون الايدج، هذا الايدج باعتبار انه مطلب ثاني هذا. فخلينا نجي نحل المطلب الاول. المطلب الاول كيف احله؟ اذا اطبق بيرنولي ايكويشن ما بين الخزان اللي هو صفر ونقطه رقم 2، هذا ال هذا convergent divergent اوكي، هذا عبارة عن مقطع convergent divergent تسميه. فمقطع 2، هذا مقطع 0 وهذا مقطع 2. زين بمقطع 0 اطبق البيرنولي equation، شنو القانون مال بيرنولي عبد الله؟ دكتور سرعة جيران السائل، يعني خلي القانون، شنو القانون مال بيرنولي؟ دكتور في تربيع تحت الجذر 2 الكثافة في الارتفاع. زين هذا منين جاء؟ هذا جاء من قانون بيرنولي، زائد زيت واحد صح؟ نعم. في 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زيت واحد مفروض يساوي البي 2 على جاما زائد فيلوسيتي 2 سكوير على 2 جي تربيع على 2 زائد زيت 2. زين انا اديتهم ليفل مالتي، هذا يعتبر صفر، هذا اديتهم ليفل مالتي يعتبره هذا يساوي صفر اوكي، فمعناته زيت 2 قيمته صفر. زين البي 1، البي 1 على جاما هذا خزان مفتوح للضغط الجوي فهذا صفر،
الفيلوسيتي واحد بالخزان، يعني قلتم للتوقع انه بالخزانات انا اخذ الفيلوسيتي هنا اخذها صفر. ليش؟ لانه باعتبار انه هذا خزان كلش كبير، فانا كميه الماي اللي تنزل، سرعه الماي اللي تنزل يعني كلش قليله، ما محسوسه، فبالتالي اعتبرها صفر. فالضغط ضغط جوي صفر والسرعه بالخزان صفر. يبقى عندي فقط الزيت. الزيت واحد ايش قدي؟ هو منطيني بالسؤال الايج 0.16. اوكي زين. مقطع اثنين، هذا الضغط الجوي هذا ايضا مفتوح للهواء الجوي، فبالتالي الضغط عباره راح يكون صفر، بينما الفيلوسيتي هنا اكو فيلوسيتي. اوكي، لان يعني هذا عباره عن مثل نوزل صار، فاكو فيلوسيتي. فاجي اختصر هذا، شوفوا هذا نفسه الفيلوسيتي اثنين، هاي الفيلوسيتي، هاي تعرفون منين جاكم القانون؟ الفيلوسيتي اثنين سكوير ايش يساوي؟ يساوي 2g في الزيت واحد، صح؟ الزيت واحد اللي هي رمز اللي هي h، فانا ارمز له h. زين هنا سكوير، فانا حتى ابسطها راح تكون v2 يساوي تحت الجذر التربيعي 2g في ال h. هذا نفس هذا القانون من بيرنولي ايكويشن. واضح؟ واضح دكتور. زين راح اجي هسه اعوض ال 2g ثابت، ال h معطيني 0.16، فاعوض هنا طلع عندي الفيلوسيتي واحد، الفيلوسيتي اثنين طلعت عندي قيمتها 1.77 متر بير سكند. زين انا نفسه اساسا اذا كونتينيتي ايكويشن اطبقها ما بين الواحد والاثنين، ما بين واحد والاثنين ايش راح تكون؟ في1 اي1 تساوي في2 اي2. الفي1 هي مجهوله، اي1 معلومه واي2 معلومه، باعتبار معطيني دايمتر هنا ومعطيني دايمتر هنا، والفيلوسيتي 2 وجدناها اللي هي هاي قيمتها، راح اوجد الفيلوسيتي بواحد. اوكي ف v1 a1 تساوي v2 a2، اذا ال v1 تساوي a2 على a1. اوكي هاي عم ننزل المقام في الفيلوسيتي 2. ال a2 اللي هي هذه 25، اشنو قانون الاريا؟ قانون الاريا شنو؟ ال a2 الباي على 4 باي على 4 دي تربيع دي 2 سكوير. اوكي والاريا واحد ايضا نفس العمليه، باي على 4 اوكي في دي واحد سكوير. فمباشره نعوض، تعوض القيم كامله لان هناك نختصر. فالاريا هذه دي 0.025 سكوير، طبعا لا تنسون تحولوها من مليمتر الى متر، نفس الشيء هذه القيمه أضربها فقط بالفيلوسيتي 2 اللي هي وجدناها 1.77، طلع عندي الفيلوسيتي 1، هاي الفيلوسيتي 1. مفهومة؟ هسه أنا وجدت الفيلوسيتي، زين ليش وجدت الفيلوسيتي بواحد؟ أشنو الهدف منها؟ حتى أوجد الضغط، حتى أطبق بيرنولي إيكويشن ما بين هالنقطة وهالنقطة، ما بين الصفر والواحد، الضغط هنا بالخزان والسرعة صفر. الضغط هنا مجهول، الفيلوسيتي وجدناها والزيت معلومة، الاليفيشن عندي هذا، فأطبق بيرنولي ما بين الصفر والواحد، راح أجي بي نوت على جاما زائد في نوت سكوير على 2G زائد زيت نوت يساوي البي واحد على جاما، نفسه قانون بيرنولي. زين الزيت هذا صفر، البي نوت على جاما صفر، الفي نوت سكوير على 2G صفر. أوكي يبقى عندي شوف هاي صفر صفر، زيت نوت اللي هي 0.116 يعني 0.16 يساوي البي 1 على جاما زائد الفي 1 سكوير على 2G اللي احنا وجدناها هاي فيلوسيتي 1 زائد الزيت اللي هي صفر. فبقى عندي مجهول بهذه المعادله فقط الضغط، اجي احسب الضغط البي 1 على جاما يطلع عندي ماينس 0.2 يعني 0.23 متر. اوكي وانا هذا اللي انا باعتبار على جاما، ممكن اضمه في جاما يطلع بالباسكال. مفهوم طلاب؟ هسه المطلب الاول وجدناه، ايش قد الضغط؟ ايش قد الضغط بواحد اذا كان هذا الارتفاع؟ زين نروح على المطلب الثاني. المطلب الثاني calculate the largest head، احسب لي اعلى ايدج هذا
at which the divergent tube can be expected to flow full. إذا كان هذا الدايفرجنت مملوء بالماء. زين هذا منين أحسبه؟ أجي أحسب الضغط بالعكس أشتغل. أحسب الضغط بواحد عن طريق هذا المانوميتر. هذا المانوميتر شوفه موجود. أجي أقول B1 يساوي B نوت الضغط الهواء الجوي. هنا أنا باعتبار هالنقطة راح أصعد لو أنزل. يعني B1 خلينا نكتبه B1 ايش تساوي؟ تساوي البي نوت اصعد لو انزل انا وصلت هذه البي نوت هنا اوكي اصعد دكتور فانا منا الى هنا راح اصعد فانطيني اشارات ماينس ماينس الجاما مال ووتر اوكي في هذه المسافه اللي هي 0.6 اوكي راح اوجد الضغط طبعا حيطلع عندي الضغط هنا اقل من الضغط الجوي يعني اشوفه هذا نازل اوكي هذا العمود المايك اندفعوا للاسفل فمعناته انه هذا الضغط بينه راح يكون فاكيوم زين بالماينس قيمته البي نوت قيمته صفر راح يكون ناقص جاما في 0.6 خلينا نتحول على الشريحه اللي بعده اوكي شوفوا بي 1 تساوي البي اي ناقصا 0.6 في جاما البي على جاما تساوي ماينس 0.6 شوفوا صار عندي ماينس اطبق بيرنولي ايكويشن ما بين ايضا 1 و 2 يعني نقطه 1 ونقطه 2 هذه نقطه 1 وهذه نقطه 2 اوكي بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زيت 1 يساوي بي 2 على جاما زائد في 2 سكوير على 2 جي زائد زيت 2 البي 1 على جاما انا هذه وجدناها ساعتها هذه ناقص 0.6 زائد ال V1 سكوير على 2G زائد الليفيشن زيت 1 وزيت 2 ذني الاثنين هم نفس الارتفاع هذه الواحد والاثنين نفس الارتفاع الاثنين هم صفر هذه صفرها وهذه صفرها زيت 1 ويا زيت 2 زين ال V2 على جاما مفتوح للهواء الجوي راح تكون صفر ال V2 سكوير على 2G هسه اجي اعوض يعني حتى هنا اوجد الفيلوسيتي هاي حتى كلها حتى اوجد الفيلوسيتي 2 وبعدين احسب الايج اللي موجوده عندي فاحول هذه الفيتو احولها للجهه الثانيه وهاي 0.6 الماينس احولها للجهه الثانيه راح تصير بلس راح يصير عندي هاي المعادله اضربها في 2G حتى تخلص من هاي 2G بالمقام فصارت عندي بهذا الشكل ابسطها الـV1 الـ velocity 1 الـ velocity 2 حسب قانون continuity equation عندي الـ area ما بيناتهم راح يكون متساويين الـ Q1 تساوي الـ Q2 فاختصر راح تطلع بدلالة فقط الـ velocity 2 أو velocity 1 شوف انت ايش تريد فهنا وجدناها طلعت عندي الـ velocity 2 قيمتها 2.85 شوف الـ velocity 2 اختلفت عندي الـ velocity 2 بالبداية كانت 1.77 بينما بالحالة الثانية صارت 2.85 انت لما اعتمدت على الضغط اللي موجود بالمانوميتر هذا زين هسه اطبق نفس هذا القانون الـ velocity 2 تساوي 2 يعني 2G في الـ edge اعوض الـ velocity 2 بالقيمة الجديدة هذه اللي وجدناها هذه اللي هي هذه اللي هي 2.85 اعوضها بهاي القانون اوكي بهذا القانون واقسمها على 2G واخذ السكوير مالتها حتى اوجد الايج راح يطلع عندي الايج الجديد يطلع شوفوا الايج يطلع 0.416 متر بينما بالحاله الاولى ايش قد كان الايج؟ كان 0.16 شوف هذا كان وبعدين بالحالة الثانية صار 0.4 يعني زاد عندي الايدج واضح؟ دكتور الايدج وين مكانه بالرسم؟ الايدج مكانه بالرسم؟ هذا هذا نفسه هذا الايدج الحالة الأولى ما كنت أعتمد على المانوميتر هذا كنت أعتمد على الخزان حسب المنطوق السؤال هذا شوف إلى حد هوني هذا المنطوق الأول كان يقول لي إنه أعتمد فقط على الايدج هذا بعدين بالمنطوق الثاني قال لي لا الغي هذاك
احسب لي قيمة الايج اذا كان هذا الدايفرجنس مملوء بالماء. اذا هذا مملوء بالماء فاجي احسب على القراءات المانوميتر. اوكي فاشتغل بالعكس. يعني الحالة الاولى كان عطاني الايج انا حسبت الضغط هنا. بالحالة الثانية بالعكس انا حسبت الضغط هنا وحسبت الاريا هنا وطبقته ما بين بيرنول إكريشن ما بين الزيرو والاثنين حتى اوجد قيمة هذه الايج الجديدة. اوكي مفهوم طلاب؟ دكتور مفهوم ان شاء الله. ان شاء الله هذا المطلوب من عندكم انه يعني تعيدون الحل مالته حتى تثبت المعلومات عندكم. زين عندي ايضا هذا السؤال من يساعدني؟ يلا من يتبرع يساعدني؟ أحد أحمد أحمد تسمعني؟ عامل بصورة اسمعني. أوكي خلي أنت وياي على الخط. زين بيقول لك شنو calculate the flow rate through this pipeline. المطلوب شنو calculate the flow rate يعني شنو شنو الفلو ريت احمد؟ استاذ احسبه خلال البايب لاين. اي اللي هو شنو ايش احسب؟ الجريان خلال البايب لاين. بالضبط الجريان الفلو ريت يعني هو الكيو. يعني مطلوب هنا بهذا السؤال انه احسب الكيو. اوكي هاي مجهوله. زين شلون احسبها؟ شوف انا ايش عندي؟ عندي هذا سكشن واحد، هذا مقطع واحد وهذا مقطع اثنين. مقطع واحد مفتوح للهواء الجوي اوكي ومقطع اثنين اكو عندي هنا بتت تيوب اوكي هاي البتت تيوب فيها ستاجنيشن بوينت يعني هنا الفيلوسيتي صفر هنا الشحنه كلها عباره عن ضغط اوكي هو الاليفيشن الاليفيشن هذا الديتم ليفل مالتي الواحد تساوي الاثنين يعني هذا الديتم ليفل مالتي هذا يساوي الصفر مالتي ممكن اعتبره فزيت واحد اشبيها نفس التساوي وتساوي صفر اوكي فكيف انا اخذت هذا الديتم ليفل مالتي فبالبدايه راح اجي احسب الضغط شلون احسب الضغط؟ راح اطبق بيرنولي ايكويشن ما بين واحد واثنين بي 1 وبي 2 طبعا منطيني المساحه هذه المساحه يعني منطيني الدايمتر هذا 150 وهذه الدايمتر 75 فاطبق بين الايكويشن ما بين واحد واثنين بي 1 على جاما زائد البي 1 سكوير على 2 جي زائد زيت واحد يساوي البي 2 على جاما زائد البي 2 سكوير على 2 جي زائد زيت اثنين زين تلقائيا زيت واحد يساوي يعني تساوي زيت اثنين اعطوه وياها اجي على القراءات المانوميتر هذا المانوميتر موجود عندي هنا هذا المانوميتر عشان احسب الضغط بينه البي 1 يساوي بي اي الضغط الموجود بالهواء الجوي زايد لو ناقص استاذ عندما تصعد يصير ناقص اي بس انا راح احسب منه هذا البي اي استاذ من الضغط الجوي اذا زائد لان الارتفاع يزيد بالضبط راح اجمع فاقول جاما في ال هذا ال هذا ما اعرف ايش قده انا افرضه ال ليش افرضه ال لانه راح يفيدني بعدين هنا هذا هم باعتبار انه هذا هم ال اوكي طبعا الى سنتر يعني هذا الى سنتر ال نفس الشيء هذا الى سنتر هو ال اوكي نعم دكتور راح يكون البي اي قيمته صفر باعتبار هواء جوي راح يكون البي 1 على جاما يساوي ال هذا اول قانون حصلتونه حتى تعوضه بالبيرنولي زين البي ستاجنيشن اللي هي الضغط الموجود عندي هنا اللي هو عباره ايضا عن بي اي هذا بي اي اوكي اصعد لو انزل من هالنقطة حتى اوصل الى هنا. استاذ تنزل. انزل انطيني اشارة بلس لو ماينس. استاذ طبعا موجب يزيد الارتفاع. موجب بالضبط راح يكون زايد 0.6 في ال الجاما مال الوتر هذا منطيني المسافة منها الى هنا وزايدا الجاما مال الوتر في الـ ايضا حتى اوصل الى هاي النقطة.
فاجي اختصر هذه المعادله، اختصر اقسمها على جاما، راح يصير بي ستاجنيشن. البي ستاجنيشن هي تمثل البي 2، هاي تمثل البي 2. بي ستاجنيشن على جاما يساوي 0.6 زائد يلا اوكي. بشوفوا البي 1 على جاما طلعت يلا، البي 2 على جاما طلعت 0.6 زائد يلا. اجي اعوض هنا بالمعادله، البي 1 على جاما ال الفي 1 سكوير على 2G زائد الصفر، هذه الاليفيشن اخذت له صفر زائد 1 يساوي البي 2 اللي هي 0.6 زائد ال زائد الفيلوسيتي 2. هنا الفيلوسيتي 2 ايش قلنا بيها؟ بما انه هذا بيت تيوب الفيلوسيتي هنا قيمتها صفر، هذه ملاحظه كلش مهمه، هاي الفيلوسيتي 2 تساوي صفر لانه هذا بيت تيوب. اوكي دائما من يجي كبت تيوب اخذ السرعه بينه صفر اوكي، والاليفيشن ايضا صفر. فطلعت المعادله بدلاله ال وطلعت معادله بدلاله الفيلوسيتي 1. زين الفيلوسيتي 1 ايش تساوي؟ طبعا اختصر هذه ال ال، هذه من احولها هذه بالجهه الثانيه تصير ماينس، راح تروح ال مع ال، فيبقى عندي الفيلوسيتي 1 يساوي 2G في 0.6 كلها تحت الجذر التربيعي. طلعت الفيلوسيتي 1 وجدته. من وجدت الفيلوسيتي 1 اروح اطبق الكونتينيتي ايكويشن لكيو النقطة رقم 1 او اخذ النقطة رقم 2 نفس الشيء. بالاثنين ما تطبق لانه عندي فيلوسيتي 0 اوكي. بالنقطة رقم 1 راح تكون الكيو تساوي الفي 1 في الاي 1، الفي 1 وجدناها 3.43 في الاريا 1 الباي على 4 في الدايمتر سكوير هذا 150 اقسمه على الف اعوضه هنا، فطلع عندي الكيو قيمته 0.06 متر مكعب بير سكند. مفهوم؟ استاذ بسعيد هاي مال الفي 2 تساوي صفر، يعني ما اذكر بالسؤال من يجيك بيت تيوب، من يجيك بيت تيوب يعني هاك شكله، هذا بيت تيوب هاك شكله متقوس اوكي اكيد، وبداخل بايب هذا الداخل بايب هنا دائم من الفيلوسيتي، هاي الفيلوسيتي تكون قيمتها صفر اوكي. هنا فقط شيء ثابت كيف؟ ان هذا الشيء ثابت، هذا الشيء ثابت بالضبط، هذا ستاندر بالهندسه. البيت تيوب السرعه بينه صفر، الضغط اكو بينه ضغط، الضغط كله شوفوا هنا هذا كله عباره عن ضغط، بينما هذا هذا عبارة عن سرعة، جزء هذا الضغط وجزء السرعة أوكي. بينما هنا بما أن السرعة صفر حتى الطاقة تتعوض عندي فتعوضت كضغط أوكي، زاد الضغط هنا، بينما هنا الضغط قليل أكو سرعة. مفهوم؟ أوكي طلاب واضح دكتور. زين كم سؤال باقي لنا؟ باقي لنا سؤالين خلينا نسجل بيهم. عندنا هذا السؤال calculate the rate of flow through this pipeline and pressure at A, B, C and D. المطلوب شنو؟ المطلوب انه احسب اشقد الكيو معدل الجريان، معدل الجريان واحسب الضغط بسكشن واحد A وB وC وD اوكي؟ زين انتبهوا علي انه هذا خزان، هذا الخزان ارتفاع الاليفيشن مالته 6 متر عن نقطة اي. زين التيوب هذا البايب الموجود هنا كله نفس القطر، كله نفس الدايمتر 150 ملم دايمتر باي وبي وبسي وبدي، بينما باخر نقطة بالنوزل لا المساحة قلت عندي 50 ملم دايمتر. زين ارتفاع الدي عن الاليفيشن عن الديتم ليفل مالتي 2.4. زين ارتفاع السي عن البي اللي هي البي اساسا كان عندي 6، هذه عندي 1.5، فالسي ارتفاعها ايش قد الكلي عن الديتم ليفل مالتي؟ 7.5 بالضبط. راح اجي اطبق بين الايكويشن ما بين الصفر الخزان مع النوزل، ليش؟ حتى هنا اصفر الضغط واصفر الفيلوسيتي وهنا اصفر الضغط يطلع عندي فقط الفيلوسيتي. فالبي نوت على جاما زائد البي نوت سكوير على 2G زائد زد نوت يساوي البي مال نوزل على جاما
زائد الفيلوسيتي مال نوزل سيكون على 2g زائد الزيت مال نوزل. اختصر الزيت مال نوزل اعتبره صفر، اوكي البي نوت على جاما صفر، البي نوت على 2g، البي نوت سيكون على 2g صفر، البي مال نوزل على جاما صفر. ليش اسالكم سؤال، ليش هذول صفرناهم؟ البي نوت على جاما ليش صفرتوها؟ لأن وضع الجوي بالخزان مفتوح للهواء الجوي، اللي مفتوح للهواء. زين الفي نوت سكوير على 2 جي ليش صفتوها؟ لأنه هذا خزان، الخزان قلنا التغير بالسرعة مالته كلش بطيء، كلش قليل. السرعة ما نلاحظها فكلش قليلة، يعني معدل الأسابيع يلا نشوفها تقل، فبالتالي أكبر حجم الخزان. بالضبط. والبرشر مال نوزل على جاما ليش صفتوها؟ لانه ايضا مفتوح للهواء الجوي. لا لانه مفتوح للهواء الجوي ايضا. والزيت ان صفتوها باعتبار انه الديتا نظل، او العفو هذه ما اصفر، هذا راح ابقيها، اوكي هاي راح ابقيها باعتبار انه اكو فرق ما بين هاي النقطه وهاي النقطه، يعني انا ما اخذت هذا، يعني ما اخذت هاي النقطه، او ممكن اخذ هي الشكل ما اخذ هذا الديتم الظلمانتي، يعني انتم بالحالتين صحيح هذا ولا هذا نفس العمليه، راح يكون الفيلوسيتي هنا هذا القانون راح يكون الفيلوسيتي مال نوزل تساوي 2 جي في زد ان، اوكي ايش راح تساوي؟ الاثنين في التعجيل الارضي في زد ان، الفرق ما بين المسافه ما بين ذني الاثنين هذا وهذا، ايش هذا الفرق بالمسافه؟ هذا عندي الارتفاع الكلي 6 عن هذا صح، وإيه هذا 2.4 عن الصفر، فايش قد متبقي عندي هنا؟ 6 ناقصا 2.4 3.6 3.6 اوكي، فاجي اعوض 3.6 هنا راح اشوف هالشكل، شوف هاي بالضبط هاي القيمه، راح يطلع عندي فيلوسيتي مال نوزل طلع عندي 8.4. من حسبت الفيلوسيتي مال نوزل ايش الطريقه احسب؟ من حسبت هاي القيمة المطلب الأول من السؤال شنو؟ أحسب الـ Q، فأنا عندي الـ Area صح؟ عندي الدايميتر 50، هاي الـ 50 أضربها في أقسمها على ألف وأضربها في باي على 4، طبعا كلها سكوير في باي على 4، وأضربها في الـ Velocity راح أحصل على قيمة الـ Q، فالـ Q هتساوي الـ Velocity من نوزل في الـ Area من نوزل، طلعت عندي الـ Q، أوكي؟ واضح؟ واضح. زين نفس العملية أجي أنا صارت الكيو معلومة عندي بهاي النقطة، الكيو هي مو نفس اللي تمشي بأي وتمشي ببي وتمشي بسي وتمشي بدي ونفس القيمة؟ نعم دكتور. فبالتالي أنا هذه الأريا اختلفت عندي، أقسم الكيو على الأريا راح أحسب الفيلوسيتي بواحد بأي وأحسب الفيلوسيتي بي وأحسب الفيلوسيتي بسي وأحسب الفيلوسيتي بدي، شنو ايش راح تشوفون؟ اذا كانت نفس الاريا نفس الكيو مع المفروض الفيلوسيتي ب A تساوي الفيلوسيتي ب B تساوي ب C تساوي ب D، اوكي باعتبار انه نفس المقطع، فالفيلوسيتي ب A تساوي ب B تساوي C وتساوي D تساوي 4 في Q باي D سكوير، اوكي يعني هذا حل بس مجرد حل الرياضيات، راح يطلع عندي السرعة متساوية في كل المقاطع. ليش في كل مقاطع متساوية؟ شنو السبب؟ لأن الكيو والأي متساوي. بالضبط. الكيو بس. لأن الكيو متساوية والأي متساوية. الأي إذا انتبه عليها شوفوا الأي 150 الدايميتر هنا، 150 الدايميتر هنا، 150 الدايميتر هنا، 150 الدايميتر هنا. هذا كله دايميتر واحد. ما عدا اخر نقطه بالنوزل كان 50، فانا 50 خلصته منه ما عندي شيء، حسبت الكيو منه، الكيو هو راح يمشي بكل هذا البايب والاريا كلها متساويه، فبالتالي الفيلوسيتي بواحد باي وبي وبسي وبي متساويه، مفهوم؟ وتطلع قيمته هذه القيمه 0.93 متر بير سكند، اوكي؟ مفهوم طلاب؟ نعم دكتور. زين هسه المطلب
طب الثاني أنا بالسؤال شنو؟ إنه أحسب الضغط بأي وبي وبسي وبدي. شلون أحسب الضغط؟ أطبق بينه الإيكويشن ما بين الزيرو ما بين الخزان ونقطة أي. بعدين أطبق ما بين الزيرو ونقطة بي. بعدين أطبق ما بين الزيرو ونقطة سي. بعدين ما بين الزيرو ونقطة دي. أوكي؟ عشان طبقتوها مع النوزل نفس العملية. بي نوت على جاما زائد بي نوت سكوير على 2G زائد زد نوت يساوي بي اي على جاما زائد بي اي سكوير على 2G زائد زد اي. نفس العملية هذه البي نوت على جاما تتصفر، البي نوت على جاما تتصفر، على 2G تتصفر. اوكي؟ الاليفيشن هذه زد نوت راح تكون 6 وهنا حسب الحالة عندي. يعني شوفوا الفيلوسيتي ثابتة عندي، هاي ثابتة عندي، هاي كل هاي قيمة 0.9. اوكي خلي نعدل هذه، هاي تصفر هاي تصفر، هاي ثابتة عندي اللي هي نفسها هذه. اوكي والزيت نوت هي ثابتة عندي باعتبار انه هي 6 الاليفيشن. سؤال هذا الاليفيشن 6 باعتبار انا اخذت هذا الديتا من ضمانتي. اجي بالاي، الاي ايش قد الزيت مالته؟ ايش قد ارتفاع الديتا من ضمان بالاي؟ 6. لا النقطة اي الخزان 6 بس باي. اذا اخذت هذا الديتا من ضمانتي هذا الديتا من ضمان يساوي 0، ايش راح يكون؟ ايش راح يكون؟ الاي قيمته صفر، يعني زيت زيت اي قيمته صفر، زين زيت بي هيكون 6، زيت سي راح يكون 7.5، اوكي؟ وزيت دي راح يكون 3 او 2.4، يعني نفس هذا الارتفاع. ويا يا طلاب؟ نعم دكتور. فأطبق بيرنولي إيكويشن 4 مرات مع A و B و C و D راح أوجد فيه كل مرة أوجد الضغط. بالA راح يكون الضغط 58 كيلو باسكال، بالB راح يكون ماينس 0.4 كيلو باسكال، بالC راح يكون ناقص 15.1 كيلو باسكال، وبالD راح يكون 34.9 كيلو باسكال. سؤال ليش بA وبD طلع عندي الضغط بلس بينما بالB والC طلع عندي الضغط ماينس؟ بالA والD طلع عندي بلس بينما بالB والC طلع عندي الضغط ماينس، شنو السبب؟ لأنه الB والC لأن أي نازل، يعني هاي الB والC صارت من فوق بالضبط، لأن الB والC الاليفيشن مالتهم شوفوا عالي، اوكي مرتفعين للاعلى. البي تقريبا نفس الارتفاع الخزان بس السي اعلى. فاذا انتبه على الحل، اذا انتبه على الحل شوف البي طلع 0.4 يعني قريبا من صفر بينما السي طلع ماينس 15. اوكي باعتبار انه هناك صار باكيوم بهذا البايب بهذا التيوب نقطة بي ونقطة السي كان صار باكيوم. وهذا اخذته ايضا موضوع السايفون هذا اللي يسحب الماء. اوكي ايضا كان شرحه دكتور طه. واضح طلاب؟ سؤال حلو هذا وبينه فكره وبينه يعني تفاصيل كثيره. زين اخر سؤال عندنا السريع حنحله. Water is flowing and the water يعبر بهذا التيوب. Calculate the flow rate، احسب كميه الجريان يعني احسب الكيو. زين اذا انتبه على هذا ايش بينه؟ واحد ايش بينه؟ هذا المقطع ايش يسمينه؟ قبل شويه اخذناه، ايش سمينا هذا المقطع؟ ها طلاب؟ هذا بيت تيوب. هذا بيت تيوب، اذا بيت تيوب معناته شنو؟ ايش بينه بيت تيوب؟ السرعه ايش بينه؟ الفيلوسيتي صفر، الفيلوسيتي يساوي زيرو. اوكي فاجي اطبق المانوميتر ريدنج بالنسبه الى البيت تيوب. البي ستاجنيشن الموجوده عندي هنا تساوي البي اي الضغط الجوي الموجود عندي هنا،
زين انا هنا بهالنقطه راح انزل لو اصعد منزل انزل فاطينو بلس راح يكون 0.5 في الجاما مال زئبق هذا طبعا زئبق هذا اج جي هذا زئبق اوكي في الجاما مال زئبق وصلت الى هنا منا راح اصعد للاعلى فاطينو اشاره ماينص 0.5 نفس الارتفاع بس اشنو هذا صار ووتر جاما مال ووتر اجي اقسم المعادلة على جاما مال ووتر راح يصير بي ستاجنيشن على جاما مال ووتر يعني هاي كلها راح تمثل لي البي 1 هاي تمثل لي البي 1 على جاما اوكي تساوي 0.5 جاما جي اج على جاما مال ووتر ناقص 0.5 هسه اطبق البيرنولي ايكويشن ما بين الواحد والاثنين B1 على جاما زائد B1 سكوير على 2G زائد Z1 يساوي B2 على جاما زائد B2 سكوير على 2G زائد Z2 زين الديتم ليفل مالتي او الاليفيشن شوفوا ايش كاتب لي عليها هذا كاتب لي ارتفاعه 4.5 وهذا كاتب لي ارتفاعه 6 صح معناته انه انا الديتم ليفل مالتي هنا هذا الديتم ليفل مالتي هذا هو الصفر مالتي هذه المسافه من هنا الى هنا هذه 4.5 هذه 4.5 متر اوكي ومن هنا الى هنا هذه 6 متر اوكي مفهوم هذه الاليفيشن شوف كاتب عليها اليفيشن 4.5 وب 6 هم اثنينهم اعلى من الديتم ليفل مالتي فحسب القانون راح اجي اطبق البي 1 على جاما هي نفس البي ستاجنيشن على جاما اللي عباره عن وجدناها 0.5 جاما مال زئبق على جاما مال الوتر ناقص 0.5 زائدا اشنو الفيلوسيتي هنا اشقى قيمته بواحد ولا هاي مهمة الفيلوسيتي بواحد اشقى قيمته هذه القيمة اشقى قيمته الفيلوسيتي واحد بس واحد سكالة 2G احمد نعم دكتور اشقد الفيلوسيتي واحد سكوير على 2G سار بالبيتيو بتقصد مو اي صار صفر هي بالضبط هاي بما انه صفر هاي بس تساوي صفر هاي فيلوسيتي واحد فبالتالي ما عوض هنا بالمعادلة هاي كلها راح تصفر زائدا الزيت واحد اللي هو الاليفيشن الستة يساوي الضغط هنا هذا نوزل يعني مفتوح للهواء الجوي فمعناته الضغط معناته صفر بينما الفيلوسيتي فيلوسيتي 2 سكوير على 2 جي زائد الزيت 2 اللي هو الاليفيشن 4.5 اجي ابسط هذه المعادله مجهول عندي فقط الفيلوسيتي 2 اوكي راح اختصرها اوجد الفيلوسيتي 2 طلعت عندي 12.36 متر بير سكند انا المطلوب احسب كيو انا عندي دايميتر بالاثنين فأجي أقول الـ Q تساوي الـ V2 في الـ A2 الـ V2 هي 12.36 في الـ A2 باي على 4 في الدايمتر هذا 50 على 1000 أوكي كله سكوير راح يطلع عندي الـ Discharge أو الـ Q أو الـ Flow Rate يطلع عندي قيمته 0.024 متر مكعب per second مفهوم؟ مفهوم هذا السؤال؟ ماكو جواب عم دكتور البقية هذا مفهوم دكتور هذا آخر سؤال الأسئلة يعني حلوة وبيها فكرة فالمطلوب من عندكم انه تروحون تحلوها وتعجوها سؤال ذني الأسئلة من ضمنتهم من حليتهم بيدك وحدك اضمن انه راح اجاوب زين بالامتحان نعم هدير اسمعكي دكتور بس اسماء الساعه انا اتصلت عليها قالت ان الناس توصلتها اي اوكي ما مشكله اوكي فاذا ماكو سؤال حتى ننهي المحاضره تمام شكرا
ما في سؤال طلاب؟ لا لا دكتور. يلا اخذوا عهدكم. وبالنسبه للامتحان نتفق ويا دكتور طه على الاسبوع القادم على موعد ان شاء الله. شكرا دكتور. عفوا اهلا وسهلا بكم. شكرا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور طه تسمعنا؟